السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. معكم كوثر من قناة أميرة بيتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي يكون روتين بالتعاون مع قناة جمالك مع كوثر. قناة رائعة، كدير الروتينات وكدير الوصفات تجميل ووصفات لزيادة الوزن. دخلوا للقناة ديالها وقولوا لها رحنا جينا من عند قناة أميرة بيتي، وما تنسوا تشاركوا في القناة. إذا البنات غادي نبداو الروتين ديالنا إن شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنايا، ما صورتش لكم البنات الغداء، وانما هذا الشيء اللي درت صورت لكم اللي وجدته هنا. درت واحد الشلاضه بسيطه جدا كما كتشوفوا هنا، دايره المرقه ديال بالدجاج والفريت. صافي ان شاء الله غادي نتغداو وغادي نكملوا الروتين ديالنا. وسمحوا لي البنات الا ما كنت صورت لكم كل شيء بالتفاصيل. هنا البنات ان شاء الله غادي نبداو نحضر واحد التورته ديال الكريمه، اول مره غادي نصايبها البنات، وكنتمنى ان شاء الله تصدق معايا. كما كتشوفوا هنا درت واحد 4 ديال البيضات، ودرت عليهم كاس سكر سنيده، كاس العنبه، ودرت عليهم واحد الشاص ديال الفاني. وغادي نطرب كل شيء ان شاء الله بالطراب الكهربائي كما كتشوفوا معايا. هذه هي طريقتي البنات في التحضير ديال لاجينواز. كاينين طرق بزاف باش كيتحضر لاجينواز، انا هي هذه الطريقه اللي تنعرف. الا كنتو كتعرفوا شي طرق اخرى كتبوا لي هذا الشيء في التعليق. صراحة انا ما كنعرفش لهاد النوع في الحلويات بزاف، داكشي علاش ما كتشوفونيش في القناة ديالي. كنحط لكم بزاف هاد الشكل، يعني الاشكال الحلويات وبزاف الحوايج كيتعلقوا بالباتيسري، حيت انا ضعيفة في الباتيسري يعني. يلا كنتعلم شوية بشوية. كما كتشوفوا انا دابا ملي طرب داك البيض مزيان، ونصيحتي لكم البنات باش يطرب لكم البيض مزيان ضروري تخرجوه من الثلاجة وتخليوه واحد ساعة على الاقل. طربت البيض كما كتشوفوا معايا، هنا عندي كاس ديال العنبه ونص ديال الدقيق، وعندي 2 خمارات ديال الحلوى، وعندي شاصي ديال الكاكاو كما كتشوفوا. انا العبار يعني قدامكم باش تعرفوا شحال درت تقريبا. لاجينواز هذه كتجي خفيفه وزوينه بزاف البنات في المذاق ديالها. خديت دابا الدقيق، غنزيد عليه الشاصي ديال الكاكاو كما كتشوفوا البنات. دابا زدت وزيد كنزيد في المكونات الجافه كما كتشوفوا معايا، وكنحرك بالشكل دائري باش يعني ما نهبطش داك البيض اللي كنت طلعت. ضروري اذا بغيتو تحضروا لاجينواز تحركوا بهذه الطريقه. هذه كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه تنسالي الكميه كاع ديال الدقيق اللي عندي. هنا البنات صافي ملي حركت الخليط ديالي كما كتشوفوا هكا كيكون القوام ديالو. بنات ملي كملت الخليط ديالي في التخلاط كما كتشوفوا معايا، هنا عندي المول، درت ليه دهنته بواحد شويه ديال الزبده ورشيت عليه واحد شويه ديال الدقيق. صافي خويت فيه الكيكه ديالي، غادي ندخلها دابا للفران تطيب ان شاء الله ونوريها لكم. هنا البنات خديت كاسرونه درت فيها تقريبا كاس ديال العنبه ديال الماء، وزدت كاس العنبه ديال السكر سنيده، ودرت واحد طريف ديال الحامض. هذا هو السيرو ديالي البنات اللي غادي نسقي به الكيكه ملي طيب ان شاء الله. كما كتشوفوا هذه هي لاجينواز ملي من بعد ما طابت. هنا غادي نخدم معكم ان شاء الله كريم شونتيي كما كتشوفوا. هذا هو النوع كريم شونتيي اللي غادي ندير، وباش البنات يطلع لكم كريم شونتيي يطلع لكم يعني عاقد وزوين، ما يجيش لكم جاري، خص ضروري الحليب يكون بارد مثلج. يلا مخرجينه من الفريغو. كما كتشوفوا معايا راني تنضربو دابا في الطراب الكهربائي. بالنسبه للكيكه غادي نقسمها جوج طروفه كما كتشوفوا غير بالخيط البنات. لما يعني لما كنتو مبتدئات بحالي قطعوها غير بالخيط، الا ما كنتوش غادي تعرفوا تقادوها بالموس. وهذا هو الكريم شونتيي ديالي من بعد ما طربته كما كتشوفوا. هنا خديت واحد جوج جبابن كما كتشوفوا هنايا، حيت غادي ندير غادي نقسم هاد الكريمه هذه، غنقسمها على 3 الخطرات، كل
كل جزء غادي ندير ليه، غادي ندير ليه لون. هنا البنات هاد الالوان الاصطناعيه اللي خديت النكهات الاصطناعيه صراحه ما صدقوش ليا نهائيا، لا في المذاق ولا حتى في اللون ديالهم كما كتشوفوا. بحال مثلا هذه خديتها على اساس هذا اللي خرج ليا غوز، خديته على اساس انه غيخرج ليا احمر، ولكن خرج ليا غوز، ما خرجش ليا اللون اللي بغيت. وحتى المذاق ديالو جاعيان بزاف، كان مول الحانوت اللي كنت خديت عنده كان قال لي غادي تلقاي فيها زعما الطعم ديال الفريز، وملي جيت ما يعني الطعم جا خايب بزاف صراحة في هاد لاطارت. وماشي مشكل، يعني اول حاجة زعما تديريها ما كتعرفيش عليها بزاف، يعني كتجربة جرب في هاد الكيكة وصافي. ان شاء الله دابا نصايب معكم في فيديوهات الماجية شي كيكة اخرى تكون زوينة، وحتى المقادير اللي فيها يكونوا ان شاء الله ساهلين. كما كتشوفوا البنات راني عمرت لاطارت ديالي بالكريمه البيضاء من الداخل، ورديت عليها داك الطرف الاخر، ودرت ليها السيرو كما كتشوفوا باش تجيني ما تجينيش قاصحه. شكل نهائي البنات ديال لاطارت ديالي كما كتشوفوا، هذا هو الزواق زعما اللي كنت حاولت انني نبتكر فيه. وماشي مشكل زعما، واخا ما جاتش شي طارت زمانيت لي بروفيسيونيل، ولكن تعلمت فيها. مرة اخرى ان شاء الله نصايبها احسن من هكا، وانا كنوعدكم ان شاء الله دابا نصايب معكم شي طارت تكون زوينة احسن من هذه. كما كتشوفوا زوقتها بالقرقاع، وزوقتها بطريفات ديال السيجار من الجناب. صافي هادشي اللي درت فيها البنات، وهذوك الخطوط اللي كتشوفوا في الوسط درتهم غير بالفرشيطه. مثلا البنات لاطارت ديالي خليتها تبرد في الثلاجه، وغادي ندوز ان شاء الله نحضر معكم واحد الوصفه لتبييض الوجه. وما تنساوش تدخلوا تشوفوا الفيديو ديال كوثر، غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. حتى هي راه دايره لكم واحد الوصفه لتبييض الوجه، سيروا شوفوها البنات. كما كتشوفوا البنات الوصفه ديال التبييض ديال اليوم غادي نديروا فيها اللفت. هذا اللفت هذا اللي كيجي الشكل ديالو طولي، ما ديروش داك الاحمر اللي كيكون ضاير. قطعته طريفات صغيرين، درت ليهم واحد شويه ديال الماء، ودرتو حتى طاب ليا مزيان، ومعستو كما كتشوفوا هكا بالفرشيط. يعني كي خصو يجي طايب ضروري، يجي طايب مزيان. زدت عليه واحد المعلقه ديال النشا ولا مايزينا، وكنحرك بهذه الطريقه. هذه كتحركو مزيان حتى كيولي على شكل كريمه. كتوضع هذه الوصفه هذه على الوجه، يكون مغسول جوج المرات بالصابون ولا الغسول اللي كتغسلو بيه، خصو ما يبقى في الوجه حتى شي حاجه. عاد ديروا هذا الماسك هذا، طبقوه على البشره تكون نظيفه مدة واحد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة حتى ينشف لكم الماسك تماما. عاد غسلوه بالماء دافي، وغسلوه بالماء بارد باش تسدوا المسام. وهاد الماسك البنات معروفين به النساء الصحراويات بزاف، وراه ماسك فعال للتبييض، وبزاف البنات اليوتيوبرز دايرين عليه فيديوهات، وكنصحكم صراحة تجربوه. صافي البنات، ملي درت الماسك ديالي ما درتوش ديك الساعات نيت، حطيته في الثلاجه باش يبرد ليا. وكما ديما كنقول لكم الماسكات ضروري ديروهم تا تبغيو تنعسو، يعني ما ديروهمش وما ديروش الماسك وتخرجوا للشمس. يعني الا ضرباتكم الشمس يعني انا ما كتبقى حتى شي فعاليه لذاك الماسك. صافي هنا البنات خرجت هنايا باش نتقدى شي حوايج خاصيني. صراحه البنات سمحوا لي بزاف الا ما كنتش صورت لكم بزاف على برا، راه حقاش كتعرفوا الناس كيديرون جاوي الا كنتي هزه التليفون وكيشوفوا كتصوري. كاينين بعض الناس اللي ما كيبغوش انك تشديهم بالكاميرا، داكشي علاش ما صورت لكم غير بعض اللقطات فقط. جيت ملي رجعت قديت مواد التنظيف وتعطير تعطير تعطير المنزل. انا البنات لقيت هاد المعطرات هاد ديال الحمام وديال غرفة النوم وحتى الملابس زوينين بزاف، كيبيعهم واحد السيد كيصايبهم في دارو. كاينه ديال الخزامه وديال الحامض وديال الورد، مع الصراحه كي كيدير ليهم الصابون تيديروا مع معطرات الجو صراحه. ملي كتحطيها في الطواليت حاشاكم، ولا كتحطيها في بيت النعاس، ولا كتحطيها مع الحوايج، كتخلي واحد الريحه زوينه بزاف
في اي بلاصه حطيتوها فيها، بشرط ما تزولوش هذاك السلوفان اللي كيكون مديور ليها، يعني كتقبوها غير واحد شويه بالبره وكتحطوها في شي مكان بغيتو تبقى فيه الريحه زوينه. صراحه عجبوني وزوينين، وان شاء الله الا رجعت عندهم مره اخرى غادي نسولو ليكم يعني كيفاش حضرهم. الا كان ممكن ان شاء الله دابا نتقاسم معكم فيديو، لا عرفت الطريقه كيفاش كيصايبهم، غادي نتقاسم معكم فيديو وغادي نوريكم كيفاش صايبهم في شي فيديو تطبيقي ان شاء الله. دابا غندوزو ان شاء الله نحضروا العشاء. جينا صراحه معطلين من برا، غادي نوجد شي حاجه خفيفه وكنتمنى تعجبكم. درت واحد جوج مطيشات مشلضين كما كتشوفوا، حكيتهم في الحكاكه الغليظه. الا ما بغيتوش تحكوهم بامكانكم انكم تطحنوهم. وهنايا درت طريفات ديال لاداند. المهم هاد لاصوص هادي كتبقى اختياريه، ما بغيتوش ديروا لاداند راه ديروا الكفته ولا ديروا اي حاجه اخرى بغيتو. صافي البنات، هذا الشيء اللي درت، ودرت عليه هاد لاصوص هادي، درت عليها واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، ودرت عليها التوابل، ودرت واحد شويه ديال زيت المائده. بالنسبه للتوابل كيبقاو اختياريا، نتوما ديروا اللي بغيتو. شوفوا معايا طيبت الرز، رز بسماتي كما كتشوفوا، درت ليه واحد شويه ديال الزيت البلدي وواحد شويه ديال الكمون، وحطيته هنا في الطبسيل كما كتشوفوا معايا. من بعد ما طابت لاصوص ديالي مزيان، ما تخليوهاش كاع تشرب الماء مزيان، حيت مازال غادي نرمي عليها الرز، يعني خصها ما تجينيش ناشفه بزاف باش داك الرز يشرب ليا داك المرق اللي كيكون في لاصوص. اذا البنات هذا هو العشاء ديالي كما كتشوفوا معايا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، صراحه وصفه سهله بزاف وكتجي بنينه وخفيفه على المعده، يعني كوجبه للعشاء تاكلوها وتنسوا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، صراحه وصفه سهله بزاف وكتجي بنينه وخفيفه على المعده، يعني كوجبه للعشاء تاكلوها وتنسوا. كنتمنى يا ربي الروتين ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتستافدوا من هذا الشيء كامل اللي عطيتكم في الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. بسلام عليكم.